تتكلم خلاص يلا عندنا واحد ثلاثة ترديد هذول من هذا اليوم شنو مزيان هذا الميه شويه هذا صح القريان والكوارث القريان القريان عندنا حاجه مزيانه والله ما تمديه كامل تستعمل حتى الصيد هذا ما نقدروش نجيبوش هذا وقت نبغيو نجيبوها ما نقدروش السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في المباشر من سطات. اليوم سردين سمك فقراء اللي يدير 18 درهم الكيلو، كنجيو كنشوفو ميرلون اللي يدير الثمن ديالها يعني 50 درهم الكيلو، ذهبية 25 درهم الكيلو، أجو 25 درهم الكيلو. هذا 500 درهم. هذا شحال داير سعر العالي؟ هذا 500 درهم. 25 درهم الكيلو. 25 درهم الكيلو. هذا 60 درهم. 60 درهم الكيلو. كنحاول اننا نطلب لكم مختلف اسعار الاسمنه ديال الحوت اليوم. السردين اللي هو سمك فقراء اللي يدير ثمنه يعني 25 18 درهم الكيلو. اليوم سطات خمس اليوم سطات وكاين الجوده يعني الحوت يعني رغم انه المدينه ديال سطات بعيده على الشريط الساحلي ولكن كنحاول نطلب لكم مختلف اسعار سردين سمك فقراء ثمنه 18 درهم الكيلو، 25 درهم الكيلو، ميرنا دايره ثمنها 50 درهم الكيلو، الذهبيه 25، تاجو 25، طون 25 درهم الكيلو، هي الاسمنه ديال الحوت، اليوم سردين اللي هو وصل ثمنه 18 درهم. نحاول نقول لكم متابعينا ومشاهدينا الاوفياء قناه على المباشر من عند عبد العالي بائع السمك هنا بزنقة تبريدية. نحاول نقول لكم يعني مختلف اسعار الاسمنة ديال السوق. السردين وصل ثمنه 18 درهم الكيلو، باجو 25 درهم الكيلو، ذهبية 25 درهم الكيلو. السردين اللي طالع في الثمن ديال 13 درهم الكيلو كان واصل حتى 20 درهم الكيلو، يعني مازال باقي طالع في الثمن، مازال باقي طالع في الثمن. هذه هي الأثمنة ديال الحوت اليوم، يعني السردين سمك الفقراء اللي واصل ثمنه 18 درهم الكيلو، ميرا اللي ثمنها 50 درهم. اليوم الخميس هي الأثمنة ديال الحوت، 6500 ديال الحوت، السمك سردين وصل ثمنه 18 درهم الكيلو، باجو 25 درهم الكيلو، باجو 25 درهم الكيلو، ذهبية 25 درهم الكيلو، ميرلون 50 درهم الكيلو. السردين اللي واصل ثمنه 18 درهم نحاولوا والله تزيدني
3 كيلو ونص. اه. سوما اش درتي ليها 400؟ سوما 300. الثمنة ديال الحوت الشرقي اللي وصل ثمنه 18 كيلو. انا اشتريت هي الأسمنة ديال السوق بيجو 25 درهم الكيلو، سرديه 19 درهم الكيلو، ميرنو 50 درهم الكيلو، الذهبية 25 درهم الكيلو. نشكركم على التواصل تاعكم. حاجة جاية مليحة على التصاويب ولا كلشي غادي يتصاوب مليح.